من جديد مشاهدينا برحب بحضراتكم وفقرتنا الإخبارية، وأولى أخبارنا النهاردة كانت عن رئيس عبد الفتاح السيسي والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع. استقبلا النهاردة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس لبحث الأوضاع الإقليمية وتنسيق جهود الحرب على الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة. الرئيس الحقيقة أكد بقوة على العلاقات المصرية الأمريكية، والفريق أول صدقي صبحي أكد أيضا اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات المسلحة والجيش الأمريكي. في حين أيضا أكد الوزير الأمريكي على عمق العلاقات العسكرية الممتدة لعقود طويلة من التنسيق والتفاهم في مختلف المجالات، وأكد موقف بلاده والدعم القوي لمصر وقواتها المسلحة في الحرب على الإرهاب. الوزير الأمريكي أدلى بتصريحات صحفية على الطائرة في طريقه إلى مصر، أكد فيها أن الزيارة اللي بتشمل 4 دول من بينها مصر بتتزامن مع تركيز الجيش الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط للقضاء على الإرهاب، وأن بلاده مستمرة في التعاون مع مصر في مجال مكافحة الإرهاب وملتزمة بعلاقات قوية مع القاهرة على الرغم من تجميد بعض المساعدات الأمريكية. أزمة سد النهضة هي الموضوع الأهم خلال الأيام الماضية. النهاردة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي كان في جولة بمحافظة الدقهلية وقال إن خلال عام 2050 تعداد سكان مصر هيوصل ل 170 مليون نسمة، وإن ده دفع الدولة لوضع رؤية لإدارة المياه ورصد حوالي 20 مليار جنيه لمعالجة المياه. وبيتم التركيز حاليا على الترشيد سواء بمياه الشرب أو الزراعة أو تقليل فوائد البخر. وأيضا الوزير قال في تصريحاته إن كمية المياه ثابتة مع الزيادة السكانية وزيادة الاستخدام اللي وصل ل 20 مليار متر مكعب من المياه، وبالتالي أصبحت نسبة العجز 20 مليار متر مكعب. وأكد أيضا أن عملية ملء سد النهضة لن تبدأ هذا العام، وبيتم العمل حاليا على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي الصالحة لسد العجز، ده بالإضافة طبعا لضرورة الالتزام بالمساحات المقررة لزراعة الأرز باعتباره من المحاصيل المستهلكة للمياه. طيب معانا على الهاتف دكتور أسامة سلام، أستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه. أهلا بك يا دكتور أسامة. أهلا بيكي، مساء الخير على حضرتك. مساء النور يا فندم. دكتور أسامة، يعني 20 مليار متر مكعب هو عجز المياه، إزاي ممكن يتم تغطية هذا العجز الهائل؟ والله حضرتك لو نبدأ نتكلم عن الموازنة المائية المصرية، الموازنة المائية المصرية بتقول إن إحنا عندنا 55 مليار متر مكعب فقط هم اللي بيجوا لنا، ولكن وزارة الري بتعيد استخدام حوالي أكثر من 25 مليار ثاني اللي هم الصرف الزراعي والمياه الجوفية المتجددة وبعض الصرف الصحي بنسبة قليلة والتحلية، بيوصل الاستخدامات بتاعتنا لما يقارب 80 مليار متر مكعب، في حين احتياجاتنا الحالية بتزيد عن أكثر من 100 مليار متر مكعب، وبالتالي عندنا عجز حوالي 20 مليار. العجز ده الدولة بتدبره في الوقت الحالي عن طريق استيراد المحاصيل. استيراد المحاصيل بما يعني استيراد المياه الافتراضية اللي المحاصيل المفروض كانت تروى بيها. فالعجز بندبره حاليا بالاستيراد للمحاصيل القمح والزيوت وبعض المحاصيل الأخرى. تمام. طيب دكتور أسامة، يمكن الوزير نفسه قال أنه بيتم وضع رؤية لحل أزمة المياه وأنه لن يتم الاعتماد فقط على موضوع التحلية، إيه هي أيضا أبرز الإمكانات أو الحلول الأخرى المقترحة في هذا الصدد؟ والله زي الاستراتيجية اللي الوزارة أطلقتها اللي هي التنقية والترشيد والتنمية وتهيئة البيئة المناسبة، الأربع محاور التنقية هتوفر كمية مياه كبيرة جدا، لأن المشكلة الأساسية حاليا في ميه الري وجود تلوث، اذا كان سواء صرف زراعي صرف صحي او منظومه نقل المخلفات والقمامه. فاذا حاولنا او اذا تم في خلال الفتره اللي جايه تنقيه الميه فده هتوفر ميه نقيه. على الطرف الثاني ممكن اذا عملنا ترشيد واستنباط محاصيل مع تقليل البخر في القنوات المائيه
مع إدارة جيدة للري الحقلي هنوفر كمية كبيرة من المية. طيب دكتور، يعني من وجهة نظر حضرتك دلوقتي ايه الانسب حاليا لمصر في ظل أزمة تسد النهضة؟ ايه هي الحلول المقترحة واللي تكون انسب بالنسبة لمصر حاليا؟ والله حاليا اللي نشتغل على ان احنا نعمل ترشيد للاستهلاك ونعمل استنباط سلالات زراعية يعني بأسرع وقت ممكن، نشتغل على فحوص الزراعة وزائد التنقية، نطبق الخطه او الاستراتيجيه بسرعه، يبدا التطبيق فيها بسرعه. التطبيق السريع هيوفر لنا مياه تخلينا نقدر حتى نجابه اذا سد النهضه اتبنى وسنوات الملء، هيكون عندنا رصيد نقدر نشتغل منه. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور اسامه سلام، استاذ بالمركز القومي لبحوث المياه، على الايضاح، شكرا لك. كلية الشرطة النهاردة استقبلت الطلاب الجدد المقبلين أو المقبولين بالكلية للعام الدراسي 2017-2018. كان في استقبالهم سيادة اللواء الدكتور أحمد العمري رئيس أكاديمية الشرطة وكبار قيادات الأكاديمية، وأيضا الأكاديمية علقت لافتات على أبواب الكلية للترحيب بالطلاب الجدد. موسيقى عسكرية أيضا كانت في استقبالهم. خلينا نشوف جانب من هذا الاستقبال ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. خطوات أولى يخطوها الطلبة الجدد المقبولين بكلية الشرطة، والبالغ عددهم أكثر من 1400 طالب، نحو بداية دراستهم العملية والنظرية لإعدادهم كرجال الشرطة قادرين على تحمل المسؤولية بعد 4 سنوات من الآن. استقبال خاص من قيادات أكاديمية الشرطة للطلبة على أبواب الكلية، لافتات ترحب بهم، وفي الخلفية تعزف الموسيقات العسكرية الأغاني الوطنية. شد حيلك كده ان شاء الله بالظبط كويس ان شاء الله، حافظ على الوطن باذن الله. يلا شد حيلك، ربنا يوفقك. تم اعداد برنامج تدريبي وبرنامج تعليمي وبرنامج ثقافي هيتم توزيعه على مدار الفتره لاعداد هؤلاء الطلبه. تم انتقاء افضل العناصر المتقدمه للكليه هذا العام لكي ياتي التدريب والتعليم بثمار. التقينا الدفعه دي بمعايير موضوعيه دون تدخل مباشر. ده يوم بيبقى يوم جميل في كلية شرطة، استقبال دفعة جديدة إن شاء الله. وفقا لإطار التوجيه للكلية إن احنا هنحول الطلبة دي إلى رجال يتحملوا مسؤولية الأمن في مصر. أسر الطلبة احتشدت أمام الأكاديمية من المحافظات والفئات المختلفة للتعبير عن فخرهم وفرحتهم بالتحاق أبنائهم بكلية الشرطة، حلم راودهم وسعوا لتحقيقه فأصبح حقيقة هنا. أبناؤهم سينضمون إلى كتائب حماة الوطن. أنا فرحانة وسعيدة طبعا بيه، نفسي أشوفه راجل وحافظ للأمن والبلد، وأتمنى أشوفه حاجة كبيرة في البلد يعني. طبعا أنا سعيد جدا بيه إن هو دخل طبعا الأكاديمية، وبالنسبة لي بقى فخور بيه جدا. الحمد لله، نحمد الله رب العالمين، لأن دي كانت أمنية أبوه الله يرحمه إن هو يقدم ابنه فداء للوطن. الحمد لله الأسرة مؤمنة برسالة الشرطة ورسالة وزارة الداخلية، وإحنا مؤمنين إن أخويا راح فداء للوطن وشهيد عند الله سبحانه وتعالى، ونحتسب كذلك إن شاء الله، وكذلك بنكمل المسيرة بتاعت أبويا وأخويا في يوسف إن شاء الله. والله أتمنى من ربنا إن هو يوفقه وييسر له الأمور كده ويبقى حاجة كويسة للبلد وللمجتمع. إحساس لا يوصف وسعادة يعني ملهاش حد، وكان أمل واتحقق يعني، بصراحة كان نفسنا جدا ونشكر الله إن هو حقق لنا الأمل ده. بيأدوا رسالة ربنا يحرسهم وينصرهم. الطلبة الجدد الذين اجتازوا الاختبارات المتعددة للالتحاق بكلية الشرطة أبدوا استعدادهم التام لهذه المرحلة التي سيتحولون فيها من الحياة المدنية إلى العسكرية برغبتهم التامة. فرحة كبيرة جدا طبعا أنا أكون من طلاب كلية الشرطة طبعا، وحاجة أفتخر بيها جدا. قدمت برضه السنة اللي فاتت وطلعت السنة اللي فاتت نتيجة نهائية، فبرضه كان عندي إصرار إن أنا أقدم تاني. مش عارف يمسك نفسه من كتر السعاده اللي الواحد بقى فيها ان هو داخل كليه زي دي. طبعا ما كانش متوقع تعمل حاجه ان هي اصلا الرساله دي توصل لي، كانت حاجه يعني عظيمه ليا، بس انا فخور جدا ان اصلا دخلت الكليه دي. الدكتور علي المصلحي وزير التموين كشف عن تقرير موقف السلع التموينية اللي تم توزيعها على تقريبا 20 مليون أسرة خلال نوفمبر الماضي بإجمالي دعم قيمته 3.5 مليار جنيه شهريا. التقرير كشف أيضا عن صرف 172,293 طن من السكر و86,233 طن من الزيت و72,639 طن من الأرز.
الأرز، ده طبعا إلى جانب كميات متنوعة من السلع الاختيارية. لفت التقرير إلى وجود فائض في أرصدة السكر والزيت والأرز الموزعة على البقالين خلال نوفمبر، ده طبعا أيضا مع نظام مخازن شركتي المصرية والعامة للجملة في صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري. لمزيد من التفاصيل معايا الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، أهلا بك يا أستاذ ممدوح. أهلا بحضرتك أستاذ سوزان. أهلا بك أستاذ ممدوح، يعني هل تم القضاء على مشكلات البطاقات التموينية اللي كتير الحقيقة حضراتكم اشتكيتوا منها، خصوصا أن البعض وجد نفسه محذوف بدون سبب؟ حضرتك مشكلة البطايق التموينية احنا كنا معترفين وما زلنا معترفين ان كانت في مشكلة على الأرض، واحنا اشتغلنا عليها بشكل جدي سواء مع الشركاء هي الشركات المشغلة لبطاقات التموين او وزارة الانتاج الحربي اللي بتقوم بمراجعة البيانات. في الوقت الحالي تم تشغيل السيستم في جميع المكاتب التموينية ويتم استقبال المواطنين واستقبال خدماتهم بشكل دوري فيما يخص الفصل الاجتماعي او البدل فاقد او تالف او التحويل بين المحافظات، كل هذه الخدمات بتؤدى بشكل ميسر من خلال المكاتب التموينيه لجميع المواطنين. نحن الان على اعتاب العام القادم ان شاء الله 2018، وسوف يبدا مع العام القادم تطبيق قاعده البيانات الموحده للمستفيدين من التموين، واعتقد ان هذه القاعده الموحده سوف تحل جميع من المشاكل، لان يبقى في خدمه مقدمه للمستفيدين من منظومه الدعم بشكل ميسر، وهتكون الامور محدده فيما يخص تقديم الخدمه في اوقات محدده من جانب الشركاء اللي هي شركات تشغيل البطاقات الثلاثه اللي تم تجديد التعاقد معهم وتم تضمين بنود محدده في التعاقد بمنح او بتوفير او بانهاء الخدمات للمواطنين في فترات زمنيه محدده. تمام، يعني يا فندم ايضا يمكن التقرير كشف عن من خلال طبعا دكتور علي المصلحي قال انه هناك فائض الحقيقه في سلع يمكن كان هناك عليها اشكاليات كبيره في وقت من الاوقات في منافذ توزيع التموين الارز والسكر والزيت، فهذا الفائض يعني استراتيجيه الوزاره كانت ايه الفتره اللي فاتت في تحقيق هذا الفائض وليس فقط استيعاب يعني السوق او كل المنضمين للبطاقات التموينيه؟ الحكومة المصرية تعاملت مع توفير السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق بمنطق جاد. كان هناك تكليف رئاسي بدراسة جميع الفجوات الموجودة في الأسواق ما بين إنتاج السلع وما بين الاستهلاك وتدبير هذه الفجوات بشكل عاجل. هذا ما تم في سلعة السكر على سبيل المثال، نحن ننتج 2.2 مليون طن وهناك فجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 1 مليون طن، بنستهلك 3.2 مليون طن. تم اتخاذ قرارات سريعة وتم استيراد جميع الكميات وبجاري تكريرها في المصانع الحكومية ومصانع إنتاج سكر البنجر. تمام. واحتياطيات السكر بتزيد عن 4 شهور بالرغم من أننا يعني على أبواب موسم قصب السكر في الشهر الحالي، وبنجر السكر سوف يكون في شهر فبراير القادم إن شاء الله، بنتكلم عن مخزونات من السكر تكفينا إلى ما بعد دخول المحصول الجديد. نفس الأمر في القمح، نفس الأمر في اللحوم المستوردة، تم تجديد التعاقد مع إحدى الشركات السودانية التي تورد لحوم طازجة ويتم طرحها في المجمعات بسعر 85 جنيه للكيلو، وأعتقد أن هذه اللحوم أحدثت توازن في الأسواق وفرملت ارتفاع الأسعار اللحوم البلدية الحمراء، ولولا هذه النوعيات التي جذبت نسبة كبيرة جدا من المستهلكين لكان هناك كلام كبير جدا في أسعار اللحوم البلدية، ولكن أسعار اللحوم البلدية هناك استقرار فيها لأن الإقبال عليها ضعيف وهناك انخفاض في أسعارها كما تقول تقارير واردة من الغرف التجارية. نفس الأمر بالنسبة للدواجن، الحكومة المصرية بتشتغل على إتاحة السلع في الأسواق علشان خاطر نقدر نلبي أكبر حجم من الطلب ونسيطر على الأسعار في حدود الحالية، علشان خاطر احنا عندنا خطط حكومية بتهدف إلى خفض التضخم إلى نسب معينة بتصل إلى 13% كما تعهد البنك المركزي في الربع الأخير من العام القادم. كل الإجراءات الحكومية بتصب في هذا الاتجاه. نعم، أشكرك أيضا، شكرا جزيلا الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين، شكرا جزيلا لك.
وزارة البيئة احتفلت النهاردة بتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية بتوزيع 3000 طن من الأكياس القابلة للتحلل وصديقة للبيئة، وده كان على أكثر من 72 مول وسوبر ماركت. خلونا نشوف جانب من الاحتفالية. خلال المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، قام الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بجولة تفقدية للمرور على عدد من المراكز التجارية للإشراف على توزيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل التي أنتجتها وزارة البيئة بديلا عن الأكياس العادية. الفكرة أن احنا بنستخدم كميات مهولة من البلاستيك في صورة أكياس وإلى آخره، وإن البلاستيك من المواد اللي لما بتتحلل في الطبيعة بتاخد لها 100 سنة أو أكتر، بالإضافة أنها لو اتحرقت بتطلع مواد ممكن أنها تسبب أمراض صدرية وسرطانات وإلى آخره، وإن الطريقة الوحيدة هي أن احنا نجد بديل لأكياس البلاستيك. الوزير خلال لقائه بعملاء سلاسل المراكز التجارية الشريكة بالمبادرة طالبهم بتوعية المواطنين بمميزات هذه الأكياس واختلافها عن الأكياس البلاستيكية العادية. احنا بنحاول نشتغل مع وزارة ان احنا نقلل التكلفة على قد ما نقدر، يا اما نخلي المصانع البلاستيك نفسها هي تبتدي تدخل المادة دي على الأكياس نفسها. هي بتحافظ على البيئة، ودي يعني حاجة كونسبت حلو جدا احنا بقالنا كام سنة شغالين عليه، ولما جت المبادرة دي كمان اتبسطنا بيها جدا وطبقناها في كل الحاجات اللي تبعنا السلاسل كلها، فدي فكرة بتحافظ على البيئة. فكرة ممتازة جدا والله، واتأخرت في ميعادها، المفروض كانت تنزل من بدري قوي. الشنط اللي كانت موجودة القديمة أو السودة بقى والشركات التانية ده هي كانت بتعمل جودة سيئة، تقريحة وحشة، بتسببنا مشاكل جامدة قوي. يذكر أن الوزارة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا سيداري قد أنتجت أكياسا بلاستيكية قابلة للتحلل بديلا عن الأكياس البلاستيكية العادية، وسيتم استخدامها في التعبئة وستوزع على المستهلكين. أزمة اليمن دخلت مسار جديد تماما النهاردة بعد تجدد الاشتباكات بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثيين. قوات صالح نجحت في السيطرة على أغلب المواقع الاستراتيجية في العاصمة صنعاء زي المطار ووزارة الدفاع والرئاسة والبنك المركزي وغيرها، وده دفع الحوثيين للتهديد بقتل صالح، وقالوا في بيان رسمي إن الحجة لقتل صالح أقيمت. في نفس الوقت صالح دعا لفتح صفحة جديدة مع السعودية، وده رحب به التحالف العربي في بيان أكد من خلاله أن انتفاضة صنعاء المباركة هتخلص اليمن من شرور الميليشيات الإيرانية الطائفية. في نفس الوقت أيضا مستشار الديوان الملكي السعودي أعرب عن سعادته البالغة بعد التخلص من قبضة ميليشيات الحوثيين على مباني الهيئات السيادية والوزارات في اليمن، وقال أن صنعاء العروبة تنتفض والنصر قريب، ونشهد الآن نهاية الوجود الإيراني في اليمن للأبد. للمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ وضاح الجليل الكاتب الصحفي اليمني. أستاذ وضاح أهلا بك. مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور يا فندم. يعني أستاذ وضاح، يعني كيف تقرأ كل تلك التطورات الأخيرة على المشهد اليمني؟ نعم، هذه التطورات الأخيرة هي تشهد نهاية وانهيار التحالف الحوثي مع علي عبد الله صالح، وهو كان تحالف مرحلي وليس تحالف مرحلي تكتيكي وليس استراتيجي. كلا الطرفين كان محتاج الطرف الاخر من اجل تنفيذ الانقلاب واسقاط الدوله اليمنيه وتنفيذ اجندته ومشاريعه الخاصه، واضطرت الطرفان لاطاله امد هذا التحالف لانهما فوجئا بمقاومه الشعب اليمني لهذا الانقلاب والثوره المضاده، إضافة إلى تدخل التحالف العربي الذي كان حاسما في منع سيطرة الانقلابيين على مجمل محافظة اليمن، وحصر سيطرتهم في منطقة محدودة ذات كثافة سكانية عالية لكنها ليست ذات الأهمية الاستراتيجية والجغرافية العالية. الآن وصلت المرحلة الخلافات بين الحليفين على مراكز النفوذ والقوة والأموال والسيطرة، وإضافة إلى ذلك خلافات حول تمثيل الجغرافيا التي يسيطرون عليها في أي مفاوضات قادمة، وصلت إلى مرحلة كسر العظم. حاول الحوثيون خلال الأيام الماضية استهداف أقارب صالح، خصوصا نجل أخيه الذي كان يعد
لبناء قوة عسكرية لمواجهتهم. علي عبد الله الصالح اضطر إلى الرد بقوة بعنف وأخرج القوات الاحتياطية التي كان يدخرها ويخضعها لمثل هذا اليوم. حاليا أثبت علي عبد الله الصالح أنه هو من كان يدير هذه العملية برمتها، هذا الانقلاب وهذا الدمار والخراب الذي لحق باليمن وبالشعب اليمني. وهو من خلال هذا العمل الآن يريد أن يوصل رسائل مختلفة لعدد من الجهات وعدد من الأطراف، إضافة إلى ذلك هو يريد أن يقول للمجتمع اليمني أنه يستطيع أن يخلصه من كابوس الحوثية، ويريد أن يقول للمحيط العربي والإقليمي بأنه هو من يستطيع تخليصهم من الحوثي الذي يهدد الأمن الإقليمي والأمن الملاحة العالمية في البحر الأحمر. برغم أن علي عبد الله صالح نفسه هو صاحب فكرة استهداف السعودية بالأسلحة البالستية بالصواريخ البالستية واستهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر. إضافة إلى ذلك عبد الله صالح يريد أن يقول للمجتمع الدولي أنه هو من أسد الحوثيين وهو من يستطيع إخراجهم، وينبغي على المجتمع الدولي وجميع الأطراف أن تتعاطى معه وحده بصفته صاحب السيطرة والسطوة. هذا هو المشهد الذي أراد تقديمه على عبد الله صالح. من ناحيتهم يحاول الحوثيون أيضا استعادة نظام السيطرة والمبادرة، وهم أيضا لم يخسروا الكثير حتى الآن، هم خسروا بعض المواقع الاستراتيجية داخل صنعاء، لكنهم ما يزالوا مسيطرين على جزء كبير من العاصمة صنعاء، لديهم أيضا مراكز نفوذ ومناطق سيطرة في مختلف المحافظات خصوصا في شمال الشمال وتحديدا في محافظة صعدة ومحافظة صعدة هذه يسيطرون عليها بالكامل، إضافة إلى تواجد كبير في محافظات حجة عمران وذمار وصنعاء أيضا، صنعاء المحافظة أقصد وليس العاصمة. وأصبح أيضا لديهم نفوذ في على ساحل البحر الأحمر، ولديهم قوات كثيرة هناك، إضافة إلى أن الكثير من الألوية العسكرية التي أعلن التي تحولت إلى ميليشيات وساندت الإنقلاب هي أيضا بأيديهم ويسيطرون عليها ويديرونها، إضافة إلى أنهم نهبوا الكثير من الأموال وأصبحت لديهم مراكز مالية ضخمة وعقارات كثيرة، ولديهم أيضا تحالفاتهم الكثيرة في المنطقة، لديهم تحالف مع إيران، لديهم تحالف مع أو ما يمكن أن نسميه علاقات داخل أريتريا، إضافة إلى ارتباط وثيق بحزب الله. جميع هذه الأمور تجعل المشهد غامضا، لا يمكن القول أن علي عبد الله صالح قد حسم المسألة بشكل تام، تزال المعركة بقية أو ربما هي في بدايتها، ولكن علي عبد الله صالح بالفعل أثبت مدى دهائه ومكره، حيث كان خلال الأشهر الماضية قد أظهر ضعفا بالغا وبدأ وكأنه على وشك الانهيار والتسليم للحوثيين، بعد أن بالغوا هم أيضا في إهانته، قتلوا أحد أقرب قياداته والمقربة جدا منه وهو خالد الرضي، وذلك بعد أن قام بحشد أنصاره والاحتفال في يوم 24 أغسطس في ميدان 70 أكبر الميادين في العاصمة صنعاء. كانت هذه العملية إهانة بالغة لعلي عبد الله صالح، خصوصا وأنه تم التنكيل بجثة خالد الرضي هذا واستعراض صور التنكيل بها على وسائل التواصل الاجتماعي، نعم. ما دفع أيضا الكثير من أنصار صالح إلى التخوف من أن صالح لم يعد قويا ولا يمكن التعويل عليه، وأيضا أشعر الكثير من أنصاره بأنه بالغ في أنانيته ولا يستطيع سوى أن يدافع عن أمنه الشخصي وأمن أسرته. هذه الأمور جميعا أظهرت كأن علي عبد الله صالح ضعيف إلى درجة كبيرة، بحيث بدأ أنصاره ينفضون من حوله، لكن ما حدث خلال اليومين الماضيين عاد إلى الكثير من أنصاره الأمل في أنه ما زال قويا وما زال يستطيع أن يفعل شيئا. إذن سيد وضح، هل نستطيع القول في ظل المشهد اليمني الجديد وفي ضوء اللي حضرتك ذكرته الآن كله، وأيضا يعني مستشار الديوان الملكي السعودي أعرب عن سعادته وقال بالنص نشهد الآن نهاية الوجود الإيراني في اليمن للأبد، هل تتفق مع هذا الطرح وأنه فعلا اقتربت الحرب من الانتهاء؟ لا، هذه ربما هذا استباق للأحداث. الحوثيون كما قلت ما يزال لديهم الكثير من القوة والكثير من الأوراق التي سيلعبون بها. إيران ستقدم لهم دعما ذخيرا، هناك أيضا قطر دخلت في تحالف واضح مع إيران،
وكانت لديها علاقات سابقة مع الهوثيين، وربما الآن تعمل على تنشيط هذه العلاقات. وهناك أنباء ومعلومات كثيرة تؤكد أن قطر حاولت التوسط بين الهوثيين وعلى عبد الله صالح وفشلت هذه الوساطة، لكن هذا يعني أن قطر ستعمل على دعم الحوثيين خلال الفترة القادمة ولن تتنازل عنهم بهذه السهولة. هناك أيضا في المجتمع الدولي الكثير من القوى العظمى ترى في أن وجود الحوثيين أفضل من وجود عبد الله صالح، حيث أن علي عبد الله صالح لديه شبكة فساد ومنظومة فساد ضخمة لكنها بدأت بالترهل ولم يعد يمكن التعويل عليها، وأن هناك رفض داخلي قوي شعبي جماهيري لهذه الشبكة، خصوصا وأنه قد قامت ثورة شعبية عارمة في 2011 ضد هذه الشبكة. بينما يمثل الحوثيون كما يزعمون يمثلون مكون اجتماعي كبير يمكن أن يتم التعاطي معه، وهناك مبرر لبقائه على عكس صالح الذي لم يعد هناك أي مبرر لبقائه. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيد وضاح الجليل الكاتب الصحفي اليمني، شكرا لك. امبارح تابعنا مع حضراتكم حلقة خاصة جدا عن أو من رأي عام مع زميل عمرو عبد الحميد من القاهرة وموسكو وجدة والرباط وتونس، فعاليات قرعة كأس العالم التي وقعت مصر خلالها في مجموعة قال عنها المحللين إنها مقبولة جدا. لاعبو منتخب مصر اختلفت ردود أفعالهم بعد سحب القرعة ووقوع الفراعنة مع السعودية وروسيا وأوروغواي. عدد أيضا من اللاعبين المصريين كتبوا على حساباتهم على تويتر تعليقات مختلفة، زي على سبيل المثال كابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب اللي قال يا هلا بالسعودية، أول مرة نكون مع بعض في المونديال وفي مجموعة واحدة نقدر نعملها ونسطر تاريخ جديد للعرب. كمان محمود تريزيجيه اللي قال هنقدر إن شاء الله. أما محمد النني أشار إلى ثلاثة لاعبين من منتخب أوروغواي وهم لويس سوايرز لاعب برشلونة وكافاني لاعب باريس سان جيرمان وجودوين، وقال استعدوا جيدا لمواجهة الفراعنة. طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر في كأس العالم في شهر يونيو القادم إن شاء الله. تيار الإصلاح أو التيار الإصلاحي في حركة فتح بمحافظة غزة نظم مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنا مع مصر ضد الإرهاب الأسود ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نروح نشوف جانب منها ثم نعود لحضراتكم. جينا نؤازر ونشاطر إخواننا في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مأساتهم والجرح الذي نزف في مسجد الروضة، ونقول للعالم أجمع أننا نقف بجانب مصر وبجانب جيشها وبجانب رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقول أن هذا العمل الإرهابي غير مقبول لا على المستوى الديني ولا الأخلاقي ولا الشعبي ولا كل الديانات تقبل هذا العمل اللي حصل. هذه مسيرة تضامن مع أخواننا المصريين، شجب واستنكار من تيار الإصلاحي ومنصري وقيادة التيار الإصلاحي إلى الشعب الشقيق مصر لما قدمته من خدمات وتعاون مع الشعب الفلسطيني خاصة قطاع غزة. الغزيين نرسل رسالة من هان إلى هؤلاء المتطرفين الذي نشجب ونستنكر هذا العمل الإجرامي. نقول لمصر الحبيبة والشقيقة رسالتنا اليوم بأن شعب فلسطين معكم وشعب غزة معكم. خرجنا اليوم لنؤكد لكم بأننا معكم في محاربة الإرهاب، بأننا معكم في إبعاد هذا الشبح وهذا الإجرام عن سيناء وعن جمهورية مصر العربية. خرجنا اليوم لنتضامن مع الشعب المصري الحبيب. نحن كشعب فلسطيني والشعب المصري شعب واحد نعتبر أنفسنا ضد طبع الإرهاب الذي ليس له دين، ونحن ندعم ونثمن على موقف أخونا القائد العام اللي هو رئيس مصر عبد الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب. نحن ضد الإرهاب قلبا وقالبا، ونحن مع الشعب المصري قلبا وقالبا، ونحن مع الأمة العربية والأمة الإسلامية ضد الإرهاب. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية بعد الفاصل.
كيف يمكن تنفيذ توجيهات رئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر؟ ما هو أيضا دور أهالي سيناء في هذه المعركة؟ وماذا يعني تأكيد الرئيس على استخدام القوة الغاشمة؟ مناقشة موسعة ولكن بعد الفاصل.